احتجاج او كده او اكتر، بس هو كل الموضوع ان في انباء عن اكتشاف اكتر معش ان عدد من اصوات بطلة وتابل تان عليها، فعندنا عمل ان احنا نبقى في الاعادة وكده بس مش اكتر، لكن مش وقفة احتجاج ولا حاجة زي كده، بس يعني تفاعل الناس مع الخبر خلاهم ينزلوا مش اكتر. عشان خاطر اللجنة العليا تعرف ان الشعب المصري عارف التزوير للحزب الوطني القديم هو اللي عمله، وعارفين ان في اصوات مزورة لحساب احمد شاكين، ده هدفنا من الوقت عشان يعرفوا ان الشعب المصري فاهم مش مغفل ان احمد شاكين والثورة اللي قامت ضد مبارك يجي احمد شاكين يحكم، ادي اللي احنا واقفين. هدفنا ان احنا نوصل رساله للجنه العليا للانتخابات ان التزوير اللي تم دوت ماشي، المفروض الكلام ده كله يتراجع ماشي، وتبقى نتائج يعني زي ما بيقولوا نتائج مشرفه يعني ماشي، مش الشعب يختار حاجه واللي يجي حاجه تانية. بس الناس كلها ان مين الرئيس ان الناس انتخبته، مين الرئيس ان الناس نزلت عشان تنتخبه.